لقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وتكلمنا عن كتمان الحق بأنه محاولة قوى النفس أن تضغط الحق في داخل نفسها ولا تنطق به، وهذه قلنا عملية شاقة جدا لا بد فيها من اتحاد كل مواهب الكبت في النفس الإنسانية ليكتم الحق. وقلنا ما يناسب ذلك في كل مبررات التحقيقات التي يأخذون بها الاعترافات ليصلوا بها إلى الحقيقة. الحق من ربك، وما دام الحق من الله أيستطيع أحد أن يكبت هذا الحق، أم أن لا بد أن يوجد له متنفس؟ لا بد أن يوجد له متنفس. ولذلك قلنا حتى صرخة الباطل استنقاذ بالحق، يعني ساعة ترى باطلا استشرع كالألم الذي قلنا أنه يحدث في النفس. الألم الناس تكرهه، نقول له لا، الألم هي صيحة تنبهك على أن ذلك العضو أصابه عطب فيجب أن تتجه إليه بوسائل العافية. ولذلك قلنا إن أخطر الأمراض هي التي لا يصحبها في أوليتها ألم، الأمراض التي لم يستطيع أن يكتشف لها ميكروبات ولا فيروسات، لا تعلم أو لا يحس بها إلا في الوقت الذي لا يمكن تلافيها. يبقى مدام الحق من الله أيستطيع واحد أن يكتم ذلك الحق؟ ما يمكنش. إذن فالحق غالب على أمره. ولذلك قلنا إنك لا تجد معركة أبدا بين حقين، لأنه لا يوجد إلا حق واحد، لأن مصدر الحق إله واحد، فيكون الحق الذي يصدر عنه واحد. يبقى لا يوجد حقان، ولا توجد المعارك إلا بين حق وباطل أو بين باطلين. المعركة بين الحق والباطل لا تطول لأن الباطل زهوق. ولكن المعارك التي تطول طويلا هي المعركة بين باطلين. ولذلك معاركنا المعاصرة ما بتنتهيش، ليه؟ لأنها بين باطل وباطل، ليس أحدهما أولى بأن يكون الله في جانبه. ولذلك إذا استيقظنا إلى الله في شيء لم يدنا من النصر على قدر الاستيقاظ. ولو برضو تعمقنا في الاستيقاظ يدنا عمق في النصر، إنما استيقاظ سطحي، خدت شوية سطحيين على قد المسائل تمام كده. إذن فالمعارك التي تتعب الدنيا هي المعارك بين باطلين. انظروا من أيام الحرب العالمية تجد العالم إلى الآن لم يهدأ، يا حرب ثخنة حرب بردة. ليه ما هدأش؟ لأن المعركة بين هوايين، يا هوا شرقي يا هوا هوا غربي، ما فيش هوا علو أبدا. لو جه هوا علو ينهي المسائل دي كلها حتى يكون هواه تبعا لما لما جئت به. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني قضية الحق ما دامت من الله لا تمتري أبدا في أن الحق سينتصر. ولكن الحق معنى كل معناه قوة تحميه. الحق عايز محكين بقى، وعادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطله. ايه سيف وايه؟ ما انت عندك سيف كويس رامي، انما اين اليد الذي تمسك بالسيف لتضرب به؟ اذن فاحنا بنبقى مضيعين الحق، احنا او مضيعين نفسنا بترك الحق.
لأن الحق سيظل من الله ولن ينطمس الحق أبدا. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الممتري الشاك، الممتري الشاك. ومعنى الشك قلنا ان فيه نسبتين متساويين، يعني ما فيش نسبة تغلب على ايه؟ على نسبة. لكن ما دام الحق من ربنا، ما هي النسبة المقابلة للحق؟ لا توجد، لا توجد. يبقى ما تشكش فيه دي ابدا، يبقى لا تشك في هذه ابدا، فلا تكونن من الايه؟ من الممتري. الممتري هو الشك، ويقعد يجادل، يدخل في مراء، مراء وجدل، تجادل. لان المرج والمراء كما نقول نحن في بالتعبير الريفي نحنن البز لتمري ما فيه، يعني لينزل ايه. كل واحد من اهل الجدل عمال يمري ايه خصمه علشان ده يقول وده يقول وده يقول وده ايه وده يقول. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. دول بيتجهوا للمشرق، ودول بيتجهوا لبيت المقدس، وانتوا بتتجهوا للكعبة. حين وجد لكم اختيار، كل واحد له وجهة، انما لا تظنوا ان الاختيار سيبقى لكم، اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. تبقى المسألة انتوا واخدين لما وهبتم من الاختيار، فإن ده يبقى له كذا وده له كذا وده له كذا وده له كذا وده له كذا، إنما لا تظنوا أن ذلك سيدوم لكم. وما دام الأمر عائد إلى الحق الذي منه الحق، يبقى استبقوا الخيرات خير لكم، تسابقوا على إيه؟ على الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فلا تظنوا أنكم باختياركم الموهوب لكم من الله ستظلون على هذا الاختيار، وكل واحد يروح الحتة اللي هو عايزها. سيأتي يوم ينعدم فيه الاختيار، وأأتي بكم من الجهات دي، دي يجي من هنا وده من هنا وده من هنا، أينما تكونوا يأتي بكم الله إيه؟ وما دام القادر على أن يأتي بكم من كل جهة جميعا، فكان الأولى أن تتسابقوا إلى ما وضع لكم من الخير، فتتوجهوا باختصار الطريق إلى ما أحب لكم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أكدها كم مرة؟ 3 مرات، لأن العملية كانت عملية صعبة، هزة عنيفة. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يؤكدها تأكيدا، ولذلك جاب الثلاثة اللي هو أقل الجمح، أقل الإيه؟ الجمح. وقلنا إن من الممكن أن تأخذ واحدة للمتجه وهو داخل المسجد، وللمتجه وهو خارج المسجد، وللمتجه في الإيه؟ في الجهات إيه؟ في الجهات جميعا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وبرضو ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس، للمنافقين، لليهود، للنصارى، ما يبقاش لهم. وهل للمبطل حجة؟ هي حجة في نظره، هي في نظره ايه؟ حجة، انما هي في الواقع ليست ايه. ولذلك يأتي القرآن ويقول ان اعتبروها حجة فقولوا لهم سنسايركم ونقول هي حجة لكم ولكنها داحضة عند ربكم. حجتهم ايه؟ داحضة. إلا الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم حجة، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله، لئلا يكون للناس عليكم حجة في إيه؟ حجة لأنهم كانوا الأول بيتجهوا لإيه؟
بالضبط. والعلماء في شويه خلافات هنا في الحته دي. هل ساعه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه اين كان متجهه قبل الهجره؟ اين كان متجهه؟ الى السماء. كان متجهه الى الكعبه. قال قوم لا، كان متجهه الى بيت المقدس لانه ما حبش يتجه للكعبه وفوقها الايه الاصنام. وقال انه كان يضمن المسالتين. شوف الدقه، الدقه الفطريه. يضمن المسالتين ازاي؟ قال لك كان يتجه الى بيت الايه لبيت المقدس، لان بيت المقدس ما كانش فيه اصنام. بيت المقدس ما فيش فيه اصنام، الكعبه فيها ايه؟ فيها اصنام. يقول يتجه الى بيت المقدس بما لا يجعله يخرج عن متجهه الى الكعبه. يبقى يصلي في الناحيه اللي بقى في الناحيه اللي تبقى الكعبه كده قدامه وبيت المقدس ايه قدامه. شفت برضو الهوى الايه ما شاء الله. يبقى جمع بين ايه، جمع بين الاثنين، بيت المقدس في الناحيه دي كده كده كويس. يقول هو يتجه الى بيت المقدس انما بما لا ايه، لا يستدبر به الايه الكعبه. الله الله، بما لا، دي فتنه. لان ما فيش يعني حاجه صريحه في هذه المساله. او انه كان يتجه الى 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 الى, إلى الكعبه، والمتجه يختلف بنيه المتوجه. متجه بنيه المتوجه. افرض ان في صنم، انما انا مش متوجه اليه، انا ماليش دعوه ايه، انا متجه لدهيه. ولذلك ليه الاعمال بالنيات؟ عشان ايه؟ لان العمل القالبي قد يختلف ظاهرا مع العمل القلبي. نقول ان العمل القالبي اللي حج فيه ايه؟ النية. الاعمال بايه؟ هل حينما اسجد الله الملائكة لادم او قال انهم سجدوا لادم، ده سجدوا لامر الله في السجود لادم. سجدوا لامر الله للسجود لمين؟ لادم. فلو ان المسألة مسألة قالب فقط لقالوا كيف يسجد لغير الله؟ انما المسألة مسألة ايه؟ قالب وقلب. ساعة ما سجدوا، اللي هم سجدوا لادم ولا سجدوا لامر الله بالسجود لايه؟ لمتجه ادم. وهل انا اسجد للكعبة؟ هل انا ولا اتوجه الى متوجهي من الله الى الكعبة؟ بدليل لما قال روح بيت المقدس، رحت بيت المقدس. يبقى ما فيش فيها حاجة لها ذاتية هي اللي واخداني، انما الامر من الاعلى هو اللي واخدني. لدي لدي قد بعضه. فلا تخشوهم ايه، لئلا يكون للناس عليكم حجة. بقى هذا الاتجاه هيقطع الحجة. حجة من يكون عادلا، انما اللي يبقى ظالم بقى ما فيش حاجة تخضعه. لان احنا قلنا ايه، ولئن اتيت الذين ايه اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا ايه. ومدام سمهم ظالم، ظلمة. وما هو الظالم؟ ايه الظالم ده؟ مين الظالم؟ ناكر للحق، او مغير وجهة الحق، او ناقل للحق الى الباطل والباطل الى الايه. ومدام هم كده بالشكل ده، يبقى انا ليه حجة عندهم؟ فلا تخشوهم. لا تخشوا مين بقى؟ الذين ظلموا. واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أتم نعمتي عليكم، لأن بداية النعمة الإيمان، وتمام النعمة تنفيذ مطلوب الإيمان. بقى النعمة إيه؟ الإيمان. ربنا هدانا للإيمان، دي نعمة مش كده؟ طب النعمة تتم ازاي بقى؟ ان مطلوب الايمان ده اؤدي، واؤدي مطلوب الايمان بان يستديم الله علي تكليفاته. فلا تجعلوا التكليفات تنقطع، بل اوليكم انا بالنعم التي تصلح بها ايه؟ تصلح بها حياتكم. وما تتولاش نعم التكليف من الحق سبحانه وتعالى الا اذا كنتم هتقبلهم على ايه؟ على تكليفات الله، وتعملوه تبقوا عاشقينها. وما يبقاش بقى هي قلنا زمان ان الاول ساعه تاتي للعمل الذي كلفت به يبقى هو شاق عليك الاول، لكن حين تخشع
وتستذكر ثواب العمل الشاق وتقرين العمل بثوابه، العمل في الطاعة بسأيه بثوابه، وتقرين العمل في المعصية لشهوات نفسك بعقابها، يبقى ايه؟ تبقى المسألة هينة ولا لا؟ ولذلك وإنها لكبيرة إلا على مين؟ خاشعين، خاشعين اللي هم يظنون أنهم ايه؟ يبقى إذن الذي ينصرف عن الطاعة مستثقله عزل الطاعة عن الثواب عليها، لا لأنه لو لحم الطاعة بالثواب عليها لأصبحت الطاعة ايه؟ مقبولة. وكذلك الذي يذهب إلى المعصية لو لحم المعصية أو قرن المعصية بالعقاب عليها ما يعملش الايه؟ ما يعملش المعصية. يبقى إذن الخطر في ترك الطاعة وفي الإقبال على المعصية ايه؟ عزل الجزاء عن هذه وعزل الجزاء عن هذا، إنما استحضار الجزاء هذا يبقى يخليك تنجح. يبقى تمام النعمة أن يديم الله علينا استكمال ايه؟ ولذلك شوف اليوم ايه؟ وأتممت عليكم نعمتي، يعني خلاص انتهينا من الأحكام الايه؟ التكليفية. هي بنسميها أحكام تكليفية لأن الأول فيها كلفة، فيها ايه؟ كلفة ومشقة، ده في الأول. إنما لما تدوق حلاوتها تبتدي تلاقيها ايه؟ بقت حلوة عندك. بس لاحظ أن كثير من الناس يجعلون الكلفة خاضعة للوسع في نظرهم، والوسع هو خاضع للكلفة. خدوا بالكم من الحتة دي دقيقة شوية. يقول لك الفساد عام وربنا ما بيكلفش الناس إلا إيه؟ إلا وسعها. فكأنه يحكم بأن هذا وسع وهذا غير وسع، وعلى ضوء ياخد التكليف. يقول لا، أكلف الله أم لم يكلف؟ إن كان قد كلف فيبقى في وسعك إنك تعمل. الله أكبر. يبقى إن كان قد كلف ففي، لا تخضع التكليف إلى الوسع عندك، إنما التكليف خاضع للوسع المعلوم لله. الله أكبر. التكليف خاضع لإيه؟ للوسع، بدليل أن الله الذي شرع شيئا ساعة يشرع شيئا هو نفسه يخففه حينما يرى الوسع لا يتسع. الرحمن الرحيم. فقال ايه مثلا؟ قال لك اقصر من الصلاة لما تبقى مسافر. الله الله الله. اما تكون مسافر افطر في رمضان يبقى عيد. الله. يبقى هو ايه من نفسه الذي حدد الوسع. يبقى اذا لا تأخذ التكليف على وسعك الذي تقدره، ولكن خذ الوسع من التكليف. أكلف الله أم لم يكلف؟ كلف. يبقى كلف لأنه علم أن فيه وسعة، بدليل أنه ساعة يعلم أن الوسع يضيق بالتكليف يبادر هو بالحكم في تخفيف التكليف، يبادر هو بتخفيف الايه؟ في التكليف. يبقى إذا ما تقولش لا ده المسألة ما عادش وسع الناس يضيق دي، ما لا لا نقول له إلا الناس أصبحوا مشرعين، نقول الوسع ما كانش ما يتسعش، ونقول له لا 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 الوسع مقدر عند من كلف. وليتم نعمتي عليكم ولعلكم إيه؟ ولعلكم تهتدون. وإحنا قلنا الهداية هو الطريق الموصل إلى الغاية، والغاية إيه من كل حركة الحياة دي؟ ايه الغايه من ايه؟ واحد يقعد كده يقول لك ايه الكون ده؟ الكون اجناس مترتبه على بعضها، وده بيخدم هذا وهذا يخدم هذا، ونهايتها وبعدين الانسان يموت. ايه الغايه؟ الغايه الغايه ان تذهب في حضانه المكلف بلا اسباب. الله. تلك هي الغايه. سيتركك الله في الدنيا بأن يعطيك الأسباب التي تقيتك والأسباب التي ترفهك إن استطعت أن تعمل حركة عقلك وحركة طاقتك في مادة الله في الأرض بأسبابك وكل حاجة. وبعد ذلك يقول لك أدين أنت والأسباب، والأسباب خاضعة لك. الدنيا هتكون كده. وبعد ذلك تأتي إلي أنا لتعيش بلا أسباب. الله الله الله. لتعيش بلا أدى الغاية. تبقى الغاية
احنا هنا عايشين بالايه؟ بالاسباب. وبعد ذلك نذهب ساعة ساعة كده ما يجي على بالك الشيء تلتفت تلاقيه جالك. يبقى كأن الله يقول لنا انظروا الى الاسباب في ايديكم واليها في يدي. لما كنتوا متركين لنفسكم برضو ضيعتوا نفسكم، انما عندني ما ضيعتوش. وتيجي عظمة القدرة، الله سبحانه وتعالى غني عن هذا العالم كله، انما خلق العالم ده كله ده سيالات صفات الكمال فيه، لان كل صفة من صفات الكمال تريد لها متعلقا، تريد لها متعلقا. قدرة يبقى لها متعلق تبرزه، حكمة يبقى لها متعلق يجي، مغفرة لها متعلق، رحمة متعلق. يبقى العالم ده كله مجال صفات الكمال، مجال. وإلا أنت ولله المثل الأعلى، ساعة ترى إنسان مثلا رسام ولا شاعر ويقعد بقى كده ويعمل إيه قصيدة إيه شعر، ويمكن يعمل قصيدة شعر يبقى عنده دوين ويستحي حتى أنه ينشرها على الناس. ليه؟ بليه عمل كده؟ سبب. ودي متعلق صفة الكمال فيه. ولذلك بنجد في بعض الناس يقول لك ده هاوي، هاوي يعني عمله وحركته في الحياة ما لهاش علاقة بالموهبة بتاعته، يقول يجعل لموهبته ايه؟ مجال، ويقعد كده علشان يشوف الصور اللي بيرسمها او الشعر اللي بيقوله او صفة الكمال. يبقى اذا كل الكون بما فيه من اسرار دي متعلقات صفات مين؟ صفات الكمال. وبعد ذلك يأتي ليعلمنا في الآخرة أنني خلقتكم ولا حاجة بي إليكم، بل أنتم ستعيشون في كنفي، لا بالأسباب التي كانت لكم ولكن بكم مني. ومهما ارتقيتم في حياتكم ورفهتموها وأخذتم زينة، والأرض أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالإيه؟ تغنى بالأمس. ولن تستطيع أن تصل بابتكاراتك ولا باختراعاتك إلى أن يخطر شيء ببالك فيأتيك، بل كلها برضو آلية. كما قلنا يضغط على الجرس ده يجي له شاي، يضغط على الجرس ده يجي له قهوة وسكر زيادة، والجرس ده هو يجي مزموطة، ودي تيجي على الريحة، ودي تيجي زادة، يقدر يعمل كده. العملية دي عايزة عملية شحن ولا لا؟ ترتيب لها عشان تكون مش كده؟ طيب هات لي بقى لما نرتقي أوي 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 أوي، وبعد ذلك بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تلتفت تلاقيه عندك. دي تحصل بقى؟ ما تحصلش. ايه؟ مات ايه؟ يبقى لعلكم تهتدون الى الغاية المطلوبة منكم، هي دي اللي هتوصلكم الى الايه؟ الى الغاية. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. كما أرسلنا إيه يعني؟ نوالي نعمنا عليكم كما إيه؟ أنعمنا عليكم بإرسال رسول، لأن النعم دي هتيجي على إيد الرسول. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، رسولا إيه؟ كلمة رسول منكم دي يعني مش من جنس تاني، هذه واحدة. ورسول منكم تعلمونه، ورسول منكم تعلمونه ليكون العلم به قبل أن يكون رسولا خميرة الإيمان به قبل أن يأتي بالحجة. ولذلك بمجرد ما عرض نفسه على السابقين آمنوا به أو لم يؤمنوا؟ آمنوا. أبو بكر آمن ولا ما آمن؟ خديجة آمنت ولا ما آمنتش؟ طب أمنوا إيه؟ ده ما كانش لسه جاب يعني معجزات ولا بقى لا، ده أخذ الإيمان من سابقة معرفتهم به قبل أن يكون رسولا. ما جربناش عليه كده طول عمره، بقى اللي ما كذبش علينا هيكذب على الله. يبقى إذن منكم دي معناها عشان توجد الخلية الإيه؟ الخلية الإيمانية الأولى بإيه؟ بما علم له. لم يفاجئهم بلأن ما هنعرف كان ايه ده شكله، لا يا اخوة متربي ايه؟ متربي في وسطكم. ويمكن يقول ده اتعلم، اهو ما اتعلمش، ده كذا ما حصلش، انتوا عارفينه اهو. يبقى اذا منكم دي لها مدخل ولا ما لهاش مدخل؟ لها مدخل. ولذلك ايه رسولا من انفسكم،
هناك لقد جاءكم ايه رسول من انفسكم. وكلمة من انفسكم دي شوف اشتقاقه. ادي حرص عليكم لانه من انفسكم. لانه ايه؟ من انفسكم. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم. التزكية معناها ايه؟ التطهير. والتطهير يقتضي انه كان فيه دنس. نعم الدنس الذي حدث بالغفلة. وأد البنات والخمر الميسر ويكفي عبادة الاحجار اللي بينحتوها الربا. الله كل الربا كل الأدين. يبقى بده يطهركم. ويبقى يزكي يعني ايه؟ يطهر ويزكي ينمي ايضا. الله معنى التزكية تطهير اي سلب الضار والتنمية ايجاب النافع. يعني جمع لكم بين ايه؟ سلب ضارا وجاء بنافع. ويعلمكم الكتاب والحكمة. طبعا الكتاب اذا اطلق انصرف الى مين؟ الى القرآن. والحكمة الحكمة هي وضع الشيء في ايه؟ في موضعه. حين تضع الشيء في موضعه يقال ايه؟ بحكمة. مأخوذ من ايه؟ انك التكليفات يتأمرك بفعل شيء يتنهيك عن ايه؟ عن فعل شيء. الله يبقى هي دائرة بين الفعل والترك. بين الفعل والترك. طيب الفعل ده توجيه طاقة لحركة تفعلها. الترك ما توجهش الطاقة. الترك يبقى اذا نظرت انه اللي عايزه مجهود. لا الفعل لان الفعل عايز توجيه طاقة عشان تفعل. دي كده بتفعلش ما تعملش حاجة. ام قال لك شوف عشان تعلم ان شهوة النفس هي التي دفعتك الى ان تذهب الى المسلوب من الحركة فتفعله. مش كده؟ والى المطلوب من الايجاب فلا تفعله. شوف النفس عملت ايه؟ بقى الفعل بيقتضي منك ايه؟ مجهود وحركة. وعدم الفعل ما فيش ما بيتطلبش حاجة. قال لك لا الحاجة بتاعته النفس. الحاجة بتاعته ايه؟ النفس. ولذلك الحاجة بتاعته النفس دي هي اللي تلح عليك فيسهل عليك الفعل. وحاجة النفس تأتي فيما يطلب على منك الفعل فتجعل الفعل شاقا. يبقى هنا جعلت الفعل ايه؟ وهنا جعلت الفعل ايه؟ شاق. لان الامر دائما يأتي على غير الف النفس في الفعل. والنهي ايضا يأتي على غير الف النفس في الترك. فحق سبحانه وتعالى يقول ايه هنا بقى؟ ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والايه والحكمة. والحكمة ان تفعل الفعل ان كان الفعل يحقق خيرا. وان تجتنب الفعل ان كان الفعل يحقق ايه؟ ضر. ودي مأخوذة من ايه؟ عشان تعرفوا ان كل الامور المعنوية تؤخذ دائما من المحسات. اللغة حين تضع لفظا لمعنى من المعاني تجيب من الحس. اهي الحكمة دي الحديدة التي توضع في فم الجواد. في فم الايه؟ في فم علشان ايه؟ باللجام. لتحكم حركتها. لتحكم ايه؟ اهي الحكمة هي دي. يبقى شوف خدنا الحكمة من ايه؟ من الحكمة اللي عشان يحب ياكل دي نقول له لا ما تاكلش دي. عايز يجمع احنا يبقى اذا الحكمة ان تضع الشيء ايه؟ ان اردته ان يسير ارسلت له اللجام. مش كده؟ اريته ان لا يسير شديت اللجام. اردت انه يحوط كده تشد السرعه من الناحيه دي الشمال. ايه تبقى توضح حركته. كل حركه لتؤدي ايه؟ لتؤدي الغرض. الغرض منها الحكم بقى ان هي الاحاديث النبويه. الاحاديث مذكورنا ما يتلى ايه؟ من ايات الله اللي هو القران والايه؟ والحكمه. نعم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ليه؟ لان ثابت انكم امه اميه. ثابت انكم امه اميه.
فإن بهرتم الدنيا بما تحملون من إشعاعات حضارية عمرانية تقنينية كل دي، يبقى لا يقولن أحد أبدا ممن يأخذ إشعاعاتكم إن دي هبة ثقافية أو هبة حضارية، لأنكم جلابة ما كنتش تعرفوا حاجة. يبقى كل اللي جالكم منين؟ يبقى إذن كون الرسول أمي كما قلنا شرف له أولا، لأن إن لم يكن أمي يبقى تثقف بثقافات المعاصرين. كون أمي لا ده ثقفت علوية ولا خد ولا حاجة من البشر. يبقى الأميات في أمثالنا نقص ولكنها فيه كمال، ولكنها فيه إيه؟ كمال، لأنه معناه بيقول لا فضل للدنيا عليه أبدا، فكل ما يأتي به سماوي. ليه؟ لأنه لو أخذ من الدنيا لأخذ بما خمرته الأهواء، وهو جاء ليقضيه فلا يأخذ من الأهواء ليطفي الأهواء، وإنما يأخذ من السماء ليكبت الأهواء. يأخذ من السماء يبقى إذن ويعلمكم ما لم تكونوا إيه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما عمر لولا الإسلام. يا سلام عمر اللي العبقرية بتاعته والفطرة السليمة والرأي الناضج يقول ما عمر لولا الإسلام. إيش عمر ده؟ وما قالش من عمر حتى، ده قال ما. شوف إزاي. ويعلمكم ما لم إيه؟ ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني كل الأفضل دي والنعم والحاجات دي يجب أن لا تنسوها أبدا، وأن تعيشوا دائما في ذكر من أنعم هذه النعم. ليه؟ لا لأني سأرجع فيما أعطيتكم، ولكن لأني أريد أن تذكروني لأني سأذكركم وأزيدكم. يبقى دي رغبة الكريم في أن يعطي. بقول لك بس كن أهلا لعطائي، كن أهلا لعطائي، لأن رغبته أنه إيه؟ أن يعطي أكثر. فبقول لك عشان أعطي أكثر اذكرني، ومعنى اذكرني اذكرني في كل شيء، اذكرني في نعمي عليك، اذكرني في نفسك، اذكرني في عطاءاتي لجوارحك، اذكرني كل شيء يجب انك تذكرني فيه. ولذلك بعض الصالحين يقول سمعت ممن سمع عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انك إذا ما أقبلت على شربة الماء فقسمه أثلاثا، اشرب أول جرعة وقل بسم الله واشربها، ثم انتهي من الجرعة وقل الحمد لله، وابتدئ الجرعة الثانية وقل بسم الله، وانتهي منها وقل الحمد لله، ثم اختم بالثالثة وقل بسم الله، واختمها بقولك الحمد لله. إذا أخذت شربة ماء بهذه الطريقة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما كان في جوفك ذلك الماء فلن تحدثك ذرة بمعصية الله. وجربها يوما في نفسك، جربها يوم في نفسك كده، سمي كده بسم الله وبعدين قل الحمد لله، وسمي بسم الله وقل الحمد لله، وسمي بسم الله والحمد. طالما وجد ذلك الماء في جسمك ما في ذرة تحدثك بأنك أنت تعصى ربنا فيه. ليه؟ لأنك استقبلت النعمة بذكر المنعم، ونفضت عن نفسك حولك وقوتك في كل شيء. وليه اشمعنا في المية؟ لأن الماء في الجوف أشع. اذكروني أذكركم، واشكروني ولا تكفروا، اشكروا لي اشكروا لي اشكروا ايه؟ يبقى الشكر على النعمة، يعني قد يتضح المنعم إيمانا
ولكنك تأتي للنعم وتفهم زي كما قيل وقلنا أوتيته على علم. فكر ما الأسباب. أوتيته على إيه؟ تفتن بالأسباب. ولا تكفروني. تكفروني يعني تستروا النعمة فلا تجروها على ألسنتكم. ونحن قلنا أن كل نعمة من نعم الله لو استقبلت بمردها إلى ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا ترى في النعمة مكروها أبدا، لأنك حصنت النعمة بسياج من أنعم النعمة. وإن أنت تركتها كده كأنها بتاعتك ونسيت المنعم تترك لإيه؟ لشأنك. واشكروا لي ولا تكفروا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا على إيه؟ على كل مطلوبات دينكم وتكليفاتها. كل مطلوبات الدين منكم تستعينوا عليها بالإيه؟ بالصبر. صبر ليه بقى؟ أم قال لك الصبر حبس النفس عن الجزع من كائن. تيجي تجزع ولا اصبري. ويأخذ ألوانا شتى حسب تسامي الناس في الإيمان. مثلا سؤل الإمام علي قالوا حق الجار إيه؟ أم قال تعلمون أنتم إنك أنت لا تؤذيه؟ قالوا نعم. قال لا، أن تصبر على أذى. مش بس ما تأذيهش. شوف تصبر على إيه؟ ارتقاء في الصبر ده ولا لا؟ ارتقاء في إيه؟ في الصبر. وإحنا قلنا إن الصبر ده هو المعونة على مشقة الأمر فافعل وعلى مشقة النهي في لا تفعل. لأن الله لا يقول لك فعل ولا تفعل إلا في أمر فافعل من طبيعتك أن لا تفعله، ولا تفعل من طبيعتك أن إيه؟ يبقى هو أخرجك عن الطبع في الإيجاب وأخرجك عن الطبع في السلب. دي عايزة منك إيه؟ تصبر على مشقة التكليف. الصبر ده تعمل إيه يعني؟ أم قال لك إذا ضاقت نفسك بأمر توجيهي أو بنهي توجيهي من الله فاصبر على المشقة أولا حتى تدرك حلاوتها ثانيا، فإنك إن أخذتها تعبدا ستأخذها فيما بعد عادة. ولذلك بعض الصالحين يقول لك اللهم إني أسألك ألا تكلني إلى نفسي فإني أخشى يا رب أن لا تسيبني على الطاعة لأنني أصبحت أشتهيها وأنت أمرتنا أن نحارب شهواتنا. الله. طب ازاي بتيجي؟ قال انا بحبها دلوقتي بقت شهوه. شوف ازاي انتقلت الطاعه الى ايه؟ شهوه. وهو ما دام بيحارب شهواته يقول لك الله طب بقت شهوه ليه؟ بقول يا رب احسن اني بقيت احبها بقى. المساله دي انها يعني شوف ازاي يعني بده يقول انها بقت ايه؟ التكليف. وكان شقا اولا ثم صار ايه؟ صوره صار محبوبا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا سابقا ان شوف الادب النبوي يقول له ساعه ما تيجي الصلاه مين اللي كان يؤذن؟ بلال. يقول له ايه؟ ارحنا بها اريح اكن احنا من غيرها نبقى تعبانين. ولما نصليها ايه؟ شوف الفرق بين ما قالش ارحنا منها، لان منها لان في بعض الناس يقول لك ده بتبقى على كتف زي الجبل وبعدين بدي اصلي. يقول له لا، انت بترتاح منها ولا بترتاح بها؟ خليك ترتاح بها. معنى ترتاح بها انك ذهبت الى انس بالله المكلف. الله. وما دام ذهبت الى انس بالله المكلف ايه التكليف ده اللي يخليك تبقى في محضر ربك؟ الله الله الله. تكليف في محضر ايه؟ ده الناس بتشقى علشان يجي لها مناسبه من المناسبات تبقى في محضر رؤسائها. فما بالك بقى الانسان يبقى في ايه؟ يبقى في محضر ربه. وما دام في محضر ربه يقول
يقول ذكرته بنعمة ولائه لله سبحانه وتعالى، فكل أمر شاق يصادفه في حياته يقول أنا لا أواجهه بعبوديتي ولكني أواجهه بربوبيته. يبقى ترتاح ولا لا؟ لو أن شيء شق كده، والبعض الإنسان الواحد افتكر حنان أبوه عليه، افتكر ان ابوه هو اللي بيجيب له مش عارف، افتكر ان ابوه اكل، يبقى لا كرب وانت ايه؟ وأنت لا كرب وانت رب. وقلنا اللي له اب ما بيحملش ايه؟ يبقى اللي له رب يعمل ايه؟ يختشى على عرضه ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ان الله مع الصابرين. طب واجه الحياة في معية الله، بأنت لو واجهت مشاكل الحياة في معية أقوى منك ذرة تواجه الأمور كلها بإيه؟ بشجاعة ولا لا؟ طب أنت في معية من؟ وكل شيء في الوجود أثر من آثار فعل الله، وأنت تواجه الأمر بالفاعل. أيجرؤ فعل أن يقف معك وأنت مع الله؟ ولذلك قلنا إن الأحداث لا تستبد بالخلق إلا ساعة ينفلتون من حضانة ربه. إنما إنسان عايش في حضانة ربه ولا يجرؤ عليه الشيطان. ولذلك قلك الشيطان خناس، يعني إيه؟ إذا سهوت عن الله اكترأ عليك، وإذا ذكرت الله خنس، لأنه ماليش قوة. هو الشيطان دخل مع الله في معركة، إنما دخل مع عبيد الله في معركة. إنما واحد بقى يحتمي بالله كده يقوم الشيطان ما يقدرش إيه. ولذلك قلنا إنه إلا عبادك مين؟ ما يقدرش عليهم دول. أنا إيه؟ ما يقدرش عليهم. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله إيه؟ مع الصابرين. ومعية الله حين تلحظ في أي شيء تدي للإنسان طاقة من الجلد، وطاقة من القوة، وطاقة من الأنس به، ومن الرجاء فيه. من الأنس به لأنه يصاحبني في كل عمل، ومن الرجاء فيه لأنه يجازيني مع معي. ولذلك لاحظوا أن الحديث اللي كنا قلناه يقول الحق سبحانه وتعالى يا ابن آدم مرضت إيه فلم تعودني، يقول كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعود؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى سلبه النعمة وآنسه بالمنعم. ولذلك بعض الصالحين كان يقول اللهم إني أستحي أن أسألك العافية حتى لا يكون ذلك زهدا في معيتي لك. يكون ذلك زهدا في إيه؟ في معيتي لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاء